يا شافي بقول لك قوم قوم، انت سايبني في المصيبه دي لوحدي. حرام حرام عليك يا تحيه، حرام عليك اسلوب الفزعه اللي انت معيشاني فيه دي، لا هتكون اول ولا اخر مره. بقول لك محمود اتمسك بسلاح وذخيره متفجرات متقربه من السودان، عارف ده يعني ايه؟ يعني اخويا انا هياخد مش اقل من اعدام. صدقي وامني، اخوك محمود ده طول عمره طماع وغاوي المكسب السريع. قلت له تعال اشتغل معايا وهديك اكتر من اللي بياخدوا خريجين كليه الطب الدكاتره الكبار، اتعنطز وعمل في امها امه. طبعا مهما خد مني مش هيجي قد اللي بياخده من مكسب تجاره السلاح. الزموا الكلام ده، انا في ايه وانت في ايه؟ ملزموش ولا حاجه يا اختي، ملزموش ولا حاجه، انا بس صعبان عليا البني ادمين اللي مش عارفه مصلحتها فين. ربنا معاه ويقويه. هتنام تاني يا راجل وتسيبني في اللي انا فيه؟ لا، عايزاني اعمل ايه؟ تكلم والنبي، والنبي كلم محامي من اللي انت بتشتغل معاهم. يا بنت الحلال، عايزاني احط رجلي في قضيه سودا زي دي؟ ده انت بتقولي تجاره سلاح ومحاوله اغتيال رئيس جمهوريه، انت مستغنيه عن عيالك وليه انت؟ يعني ايه؟ عايزني اسيب ابويا واخويا محبوسين واقف اتفرج عليهم يا شافع؟ لا، ودي تيجي ضميني معاهم في ام القضيه واخلصي مني يا تحيه. يا بنتي الحلال افهميني، وايمانات المسلمين احنا لو في ايدنا حاجه مش هنتاخر، بس عايزك تفهمي المحامين اللي شغالين معايا شغالين حاجه اسمها بيزنس، تحكيم تجاري، يعني قضايا تجاريه. قضيه المصيبه بتاع اخوكي عايزه محامين سياسه، ارهاب دولي زي ما بيقولوا، وانا ماليش مصلحه في دول. اخوكي بقى المناظر التاني هو اللي يعرفهم، مش هو اللي جاب له المحاميه اللي رفعت له قضيه في الجامعه يشوفها هي فين. واذا كان على الفلوس رقبتي سداده من 1000 ل 100000، انا عمري ما اتاخر على حد، بس في اللي ما يضيعنيش. انا قلت اللي عندي وعدني اللي احب وازح. سيبيني بقى يا اختي ارتاح شويه عشان اقوم اشوف المصلحه. اهدي يا مدام تحيه، الموضوع بسيط والله. هو مش اعتقال، هو احتجاز عادي، يعني بيحصل كتير لاي حد من الناشطين السياسيين. هو احنا كلنا طلعنا عادي بعد ما قرفونا زي كل مره، بس هو احمد قعد عشان محمود اصلا كانوا بيدوروا عليه. واضح ان حد كان مبالغ عنه امبارح. متهيألي بعد اللي حضرتك بتحكي عنه ده هم هيفضلوا حاجزين احمد لغايه لما يطلعوا منه اي معلومات. لا لا لا، ما اظنش ان احمد يعرف اي حاجه عن الموضوع ده، لانه اصلا مش حقيقي. هم متعودين كده كل شويه يفبركوا لنا اي موضوع. انا مش هسكت، انا هبلغ مركز المساعده القانونيه اللي في اسكندريه. ايوه هم دول، هم دول اللي كانوا رافعين القضيه بتاعت الجامعه بتاعت محمود وعارفينه كويس. ده انا هكلم كذا حد من صحابي اللي شغالين في منظمات حقوق الانسان وصحفيين ومراسلين برامج. لا لا لا، مش هنسكت خالص، عايزك تطمني خالص. احمد اخويا ومحمود اخويا ومش هنسيبهم خالص. اوعى تلمسني لو لابس حاجه خشب هكهربك. اللي حصل ده ما يرضيش ربنا. انت مين اللي عمل فيك كده محمود؟ يا ام الذكاء يا اخي، هيكون مين يا سالم يعني؟ الله يخرب بيتك ضيعتنا. ايه اللي انت عملته ده يا سالم؟ ايه اللي خلاك تقتل الرئيس بتاعها؟ يا نهار اسود، انا مش فاكر حاجه من الكهرباء. رئيس الصيادين، ايه اللي خلاك تقتل رئيس الصيادين يا سالم؟ ضيعتنا، الله يخرب بيتك. انت بتقول ايه يا محمود؟ انا مش فاهم حاجه. زي ما قلت لكم، الامل كله في الواد ده، شكله مهزوز وهيقر بكل حاجه، لكن الواد التاني عقر مش هيوصلنا لحاجه. مش ممكن سيادتك يا فندم، ده خد شويه كهرباء ينوروا حي، مفيش فايده. انا قلت في حاجه في الاسلاك بس طلعت المشكله فيه هو. واضح السبب ان جسمه متعود عليها، في تقرير في ملفه بيقول انه كان شغال كهربائي. كهربائي ونقاش وسباك، وكمان اشتغل طيار في مطعم بيتزا لما كان بيدرس في القاهرة. أنا من ساعة ما عرفت موضوع الإضراب عن الطعام اللي عمله ده عشان يتعين في الجامعة، وأنا قلت الواد ده مش سهل، هيتعبنا. كده بقى يبقى عنده كل الدوافع عشان يعمل عمليته المهببة دي. بس من غير اعتراف تبقى القضية ضعيفة ومفيش قضية. بقول لكم إيه؟ ركزوا مع الواد التاني، ده صياد وملوش في الكهرباء، ها؟
يوم السبت عندنا اعتصام عمال شركة المراجل البخارية. يا جماعة لازم نتضامن معاهم. أمن الدولة بيهددهم وفعلا اعتقل 3 من قياداتهم. على الأقل يعني نساعدهم يوصلوا صوتهم للإعلام. في يوم الأحد القضية بتاعت أهالي توصل، ويوم الاثنين في الوقفة الاحتجاجية بتاعت كلية آداب. ده عشان الطلاب اللي اتفصلوا لما عمل معرض صور عن فلسطين. يوم الثلاث بقى في المقابلة مع الممثل القوى السياسية والمجتمع المدني. المقابلة دي مهمة قوي عشان عاوزين ننسق فيها هنتحرك ازاي في قضية خالد سعيد. او طبعا يوم الاربعاء الجلسة بتاعت سواق ميكروباص اللي اتعذب. شوفوا بقى يوم الخميس شكلها كده والله اعلم اجازة. لحد دلوقتي مفيش حاجة. ده يبقى ايه اول خميس من شهرين ناخده اجازة؟ اهلا. السلام عليكم. اتفضل ادخل يا باسم. ازيك يا مون؟ الحمد لله تمام. اقعد اقعد. ممكن بقى ازود على الجدول الحافل بتاعكم ده؟ قضية ما تستحملش التأجيل خالص. لامتى؟ اليوم الخميس؟ لا دي لازم نتحرك فيها النهارده ودلوقتي كمان. فاكره محمود عبد الناصر اخو احمد صاحبنا اللي كنتي رافعه له القضيه بتاعت الجامعه؟ طبعا فاكراه. هو ده لسه متنسي ابدا؟ لسه مكلمني الاسبوع اللي فات ومقطمني علشان رول القضايا في المحكمه. بيكلمني كاني انا شخصيا المسؤوله عنها. هو مش عاوز يقتنع ابدا ان هو القضاء في بلادنا كده بطيء. القضاء عندنا بطيء. يلا بس انا عاوز رابر. اهو مشكلته دلوقتي ما بقتش في الجامعه، بقت اكبر بكتير. قبضوا عليه النهارده وبيتهموه هو واحد تاني بمحاوله اختيار رئيس الجمهوريه اثناء زيارته المصنع جنب رشيد. ايوه فعلا ده كان راح هناك النهارده بس الزياره اتلغت وراح برج العرب بس. ما هو واضح فعلا ان ده السبب بتاع الغاء الزياره. انا ما عنديش تفاصيل كتير قوي خصوصا ان الموضوع اتكتم عليه وما خدش طريقه لا الفيسبوك ولا تويتر ولا لاي حته. كل اللي فهمته من اخته واللي هي عرفته عن طريق راجل بيكره محمود ليه ناس في امن الدوله بيقول ان هما متهمينه بتهريب اسلحه ومتفجرات عشان يقتل الرئيس. ابو فاشل ليه بقى ان شاء الله؟ يا راجل حرام عليك، انت عاوز يتقتل قبل ما نجيبه ونحاكمه هو ورجالته؟ يا منى انت هتنقطيني، ده احنا هنموت قبل ما نشوف الراجل ده ميت، عايزانا بقى نعيش لحد ما نشوفه بيتحاكم؟ ومين اللي هيحاكمه ان شاء الله؟ حضرتك الراجل ده ماسك كل حاجه في البلد في ايديه. مش ده موضوعنا دلوقتي، خلينا في المهم. قولي محمود فين؟ اخته بتقول انه لسه في رشيد في فرع امن الدوله اللي هناك. غريبه، مع ان في المصايب الكبيره عاده بيبعتوهم اسكندريه. تخيلوا بقى ام المصايب اكيد هيروح القاهره. ما هي دي الفكره، احنا عايزين نلحقه قبل ما يطلعوه من رشيد وما نعرفش ودوه فين، وبعد كده يلعبوا معانا لعبه احنا ما نعرفش مكانه وروحوا بلغوا في النيابه. ايه انت هتقولي دي لعبتهم المفضله؟ ها يلا يا شباب عاوز افكاركم. هنبتدي من فين؟ هو في ميزه احنا ممكن نستغلها، انهم قبليه قبضوا على ابوه وجوز اخته وناس كتير من اهل رشيد في الاجراء المهبب اللي بيعملوه كل ما سياده تروح مكان يقوموا لامين كل الناس اللي في القايمه بتاعتهم. ده حتى اخو احمد سابونا وحجزوه اكيد عشان يحققوا معاه في اللي حصل مع اخوه الكبير. وانت عارفه بقى التحقيقات دي بتبقى عامله ازاي. بس انا مش فاهم ازاي دي تبقى ميزه. على فكره بس ما عنده حق. ايوه ازاي؟ بصوا احنا نستغل ان هم المره دي اعتقلوا ناس كتير. نستخدم الحكايه دي كضغط على امن الدوله. ايوه.